السلام عليكم، كتهزكم اموركم بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنمشيو لوصفات ديال الديسير او لي غاتو. الغاتو ديال اليوم غيكون سهل للغايه ولكن المنظر رائع جدا. بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه. اذا اول حاجه غنبداو بالمقادير ديال الكيك. عندنا هنايا 125 غرام ديال الدقيق، 4 البيضات، 125 غرام ديال السكر سريده، شويه ديال الاكستري دو فاني، وقبيصه ديال الملح. بالنسبه للكريم، اول حاجه غناخذوا الكوليه ديال لي فروي روج اللي سبق لي وشاركت معكم في الوصفه ديال ريد فيلفيت. الا ما كنتوش شفتوها غنخليها لكم هنايا. عندنا هنايا 300 غرام ديال الكريم باتيسير اللي حتى هي شاركت معكم الوصفه ديالها في البريوش ديال الكريم باتيسير، وغنخليها لكم حتى هي هنايا. هنا عندنا 200 غرام ديال الكريمه السائله او كريمه الخفق. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنطربوا البيض ديما ديال لي غاتو اولا لي كيك اون جينيرال كيكون بحراره الغرفه، ما نخرجوش من الثلاجه نخدموا به ديك الساعه. استنى سكر سريده وقبيصه ديال الملح طبيعي تحال في اي حاجه حلوه باش كتهرس لينا الحلاوه، وغنزيدو شويه ديال الاكستري دو فاني. بالباطو اليدوي كنبقاو نطربو حتى كيبان لنا الضعف الحجم ديالو. انا غنديرها تطرب هنايا وغنديروها تطرب. كنبداو بسرعه متوسطه باش كنرفعوها. هذا كنبقاو نطربو حتى يتضاعف الحجم ديالها وتبان لينا بدات كتماسك. شفتو الشكل ديالها كيفاش كيجي؟ خصو يجي بحال هكدا. وهنا كناخدو الدقيق ديالنا كنغربلوه، سنة نديرو على النص. ما كيبقاش يبان لينا عاد كنزيدو النص الاخر. وكنخلطوه حتى هو بنفس الطريق. وفوالا، من بعد ما تخلط لينا مزيان ما كيبقاش يبان لينا الدقيق كله كينسجم مع البيض بهذا الشكل. كناخذو يا اما كناخذو سيليكون مات اولا الطابي ديال السيليكون، ولا كناخذو مول ماشي مول كناخذو لاطو كنفرشو فيها البابي كويسون وكنخويو فيها الخليط ديالنا. وكنحاولو نطاريه مزيان. كندير لي واحد جوج خبطات بحال هكا باش كيحيدو هداك الفقاعات الكبار وكيتقاد حتى هو. هانتوما هاد الجهة، فوالا صافي. غندخل الفرن، سبق لي وشعلتو على درجة حرارة 160، كنخليوه من 8 دقايق حتى 10 دقايق لأن هي لاكوش رقيقة ما غتاخدش منها بزاف ديال الوقت. ندخل الفرن يطيب ونتلاقاو من بعد. بعد ما خرجت من الفران غنقلبها، استنى غنقلبها بالسما. فوالا كناخذو الكوري ديالنا ديال لي فخوي روج، كنديرو كونتيتي مهمة وكندهنو. فوالا شوف، الا ما عندناش الكوليه ديال لي فخوي روج ولا ما فيناش لي صاب كوليه ديال فخوي روج، ممكن ناخذ الكونفيتور ديال الفخيز، ممكن ناخذ الكونفيتور ديال لي فخوي روج، ممكن نديرو الكونفيتور ديال لابريكو، ممكن نديرو اي حاجه بغينا نديروها. ديما ما كنزيوش راسنا في واحد الحاجه. انا كنعطيكم اقتراح من الاقتراحات بزاف اللي كاينين. فوالا كنغطي لها الوجه ديالها في حال ما كامل ونخليها تشرب باش نصوبو لاكريم. ودابا غنمروا
نطلعوا لا كريم انا دايره لحدها الثلج لان الاستوديو سخون اولا لا كويزين سخونه بزاف فلا كريم ديما خصها تكون بارده واصلا الجو دابا سخون تكون بارده عاد باش كنطلعوها بسم الله بعد ما طلعت لا كريم كناخذ لا كريم باتيسيير كنحيدوا ليه السلوفان كنديرها باش نطربوها وتعاود اوموجينه مع راسها من بعد ما نسجم ليا لا كريم باتيسيير رجعت طلقات غناخذ شويه من لا كريم باتيسيير وكنزيدوها لا كريم يطلعنا ناخذها ثاني وندخلها عاود فوالا حتى كتنسجم ليا الخليط بحال ما كان كيجي اوموجين كامل وهذه هي اللي تسمى بلا كريم ديبلومات غناخذوها دابا ونديروها الفوق حاولوا ان ما تكونش لاكوش غليظه تكون كوش فين وكنايطاليوها بشويه بحال هكا راه كنقادوها كلها مزيان بحال هكا نحاولوا ان لاكوش ما تكونش غليظه لانها غتعاود تلوى على بعضياتها ودابا كناخذوا مسطره ولا اي حاجه باش نعبروا باش يكونوا الشرائط اللي غنلويهم يكونوا متساويين انا غنحاول ندير فيهم نديرو 6 بعد ما خدينا العبارات ديالهم كاملين فدابا غنمروا نقطعوهم حاولوا اننا نمشيو مقادين وما بين كل تدويزه وتدويزه كنمسحوا السكين اللي غنقطعوا به باش ما نوسخوهاش وكنكملوا التقطاع حتى كنقطعوا الاشرطه كاملين وهنا غنبداو نلويو كناخذوا الاولى او كنحطو في طبق تقليد بحال هكذا نمشيو للاخر وكناخذوا هذه في الاخر فين سالينا او كنمشيو معاه شويه بحال هكذا ديما في الاخر اللي سالينا كنحاولوا اننا نجمعوا على بعضياتهم منحاول الجهه اللي غنبدا بها تكون قريبه ليا باش ما تعكشنيش وانا كندور غندخلوها تبرد حتى تقبض في راسها عاد باش ندوز التزيين من بعد ما برد دابا غندوز المرحله ديال التزيين اهم مرحله في الكاطو درت انا درت لا كريم في جوج ديال لي بوش واحد العادي وواحد المسند كيبقى لكم اختيار ممكن اننا ما نزيدوش كاع هادشي ممكن تحطوه بحال هكذا كيف ما ممكن نزينوه كنزيد شويه ديال الديسير من فوق شويه ديال لي فروي كنزيد شويه ديال لي فرانبواز غنزيد شويه ديال لي بيغ غير باش نعطي لك اللون شويه ديال كروكون ديال بيستاش فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا ديال اليوم صحه وراحه وبهذا كيوصل الفيديو ديالنا النهائي ديالو كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت اعجابكم وانكم تجربوها ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم نشوفكم في فيديو قادم على خير ما تنساوش سبسكرايب باش يوصلكم الجديد